التوقيع ديال اتفاقية كيشرف على السيد رئيس الحكومة مع الوزراء المعنيين اللي دخل في الإجراءات الأولية ديال تفعيل الإصلاح ديال المنظومة الصحية واللي كتتعلق بتعزيز ديال الموارد البشرية. وكيف كتعرفوا أن هذا المشروع الملكي الكبير فيه 4 ديال الدعامات أساسية، منها الدعامة الثانية ديال الموارد البشرية اللي فيها واحد الشق مهم اللي كيتعلق بتكوين ديال الموارد البشرية. وحنا كنعرفوا بأن المغرب كيعيش واحد الخصص كبير، 35,000 طبيب، 32,000 طبيب و 65,000 ممرض. إلا ما درناش إجراءات اليوم بكري ما يمكنش نوصلوا المعايير اللي كتحث عليها المنظمة العالمية للصحة، وهي 25 طبيب لكل 10,000 نسمة، والتنمية المستدامة اللي هي 45 طبيب لكل 10,000 نسمة. بهذه الإجراءات الأولية خصها واحد التمويل اللي اليوم كيشرف على السيد رئيس الحكومه باش كت الميزانيه كنعطيوها باش يمكننا نكونوا ونقلصوا من العدد ديال السنوات ديال التكوين، وكذلك نزيدوا في المؤسسات التكوينيه مع التدبير الجهوي. وبهذه الطريقه هذه في 2025 ان شاء الله باذن الله غادي نكون وصلنا 2025 2026 نكون وصلنا على الاقل للمعايير اللي بغات المنظمه العالميه للصحه. شكرا.